الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. علومي بلاغة لأفضل في علما كلا أم تنهي دشا حرباسي لإعتين علمي معاني، علمي بيان، وعلمي بديع. أساسا بعلمي بلاغيك إعجازي قرآني فيروز، يعني إعجازي لفزيكي، باري جملة سازيكي، باري سازاندني لفزكاني قرآني فيروز، يعني لكناري كاداناني أو لفزاني قرآني فيروز، حتى حركات سكناتي الفاس كباريك خستنو تنظيمي أو حركات سكناتانا، لازم أوجد نوع إعجاز لقرآني فيروز دروس به همو أمانة بعلمي بلاغة در أكبه. رام بيويست السرطاء وبلين كسيكا أقر أيوه بابني تناوخ ويندني علومي عربي، يعني بيوه لغتي عربي في أربيه سرطاء بي حروف بناسي، علمي حروف شناسي، حرف بالرسيكا للحازي مخرجية ولا لحازي صفاتية ولا لحازي حكمي حرفك، وكديارة نياز بعلمي غيب وقوة حسي في ابن عسري علمي حروف شناسي كأبيت التجويد نيازي بوها دواي اوك حرف ما الناسي بات وجوب اوك ايما لحروف كلمة تشكيلة بين امجر نياز من بناسيني كلمة، يعني في ابيست كلمة بناسين علمي كلمة شناسي كأبيت علمي صرف بدواي اوك نيازة كاك ايما لكلمة كلام دروسكين، يعني جملة دروسكين علمي جملة سازي بزاين كأبت علمي نحو كأمان ما نزاني أمر لنحو وكيفية وشوانيتي وأحوالي أو تركيب باسكين كلكلمات وكردومان وكلمة كانش ما لحروف دروس كردوة لأحوالي أو تركيب أدوين وأفكرين أو علمي كباسي أحوالي أو تركيب أكا عبارة لعلمي بلاغة جائسة كاني بحث كردن لعلم بلاغة وشيواتي جورا وجورا أوش سي علموك وباسمان كالعلمي بلاغة كهل يكيب لو سي علم بجوريك باسي أو تركيبا أكن كلا تركيب كلمات من كردوها. أفرمين تمهيد لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب. واختيك علم صرف للايني واضع ووضع كرا بوتي فكرين سرنجدان لساختماني الفازكانا كأولفزانا شون سازين راون شون دروس كراون بعد ديارة إيمال علمي حروف شناسي ودسمان فيها كرد كأن باسي أبي نكذو علمي تجويد أبو باسي أوش كراية ووضع علم النحوي ووقتك علمي نحو جدان را للنظر في إعراب ما تركب منها بود نظر سرنجدان لإعراب أو شتيك تركب كواقع بوتنا وتركيبا جاء ويك واقع بوتنا وتركيب لشي منها لو ألفاظا وقتك أودو علم آوادان ران كاركان ينكي أوبوك باسي لفزكان بك بتنيا تنيا كأو علم كلمة شناسية دوها بكشان وظيفي أويا كباسي إعرابي أو كلمة تنيا ينبك كلا تركيبا واقع بن، يعني هل تنيا كلمك باسي إعرابي تنيا كلمك أكا بلان زمانك لتركيبا واقع بو به دواي أو علمي بيان جدان را بو نظر كردنو تيفكرين لأمري أو تركيبة دا لأوزاع أحوال وكيفية، يعني أمر واتا أو شتاني كبيوانديان بتركيبة كوهايا ديارة وتوتي وضع البيان نيوتا وضع علم البلاغة
نوع مجازي بكارهنا وكما شنك علمي بلاغة خوي سي علم معانية وبيانة جاء معانية كبات وجب واسم منقوصة زور جلوية يكي آخري حذف به بجيه وبيجن معاني يجن معان علمي معانة علمي بيانة وعلمي بديعة بلام أما كوتيتي علمي بيان أما تسني كل باسم جزء هل وقل السويتي كاوت من واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم كاوت من مجاري واهية بكلام يجن كلمة ليريش عوايا كبعلمي علمي بلاغة كخوي مركب لسي علما ايم بو علم سي علمية يجن بيان يعني بجزء لو سي جزء ناوي أبين أما تسمي كل باسم جزء جاء وهو خوي يجي علمي بيان بمعنى وكبيان كمنع علمي بلاغة به ثلاثة علوم هنا خوي بيان خوي هر علميك علمي بيان بو معنى كليمان كردوا أقر من ظلمان لبيانك كلك بك علمي بلاغية سي علم العلم الأول علمي سرتائي يعني علمي أولا وسيانا ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع يكمن يعني أو علمي كخو باريزي بي أكريه لخطأ يعني بوسيلي أو علم خو باريزي لخطأ ذكريه باريز لخطأ أكريه لهلا لشي هلا في تأدية المعنى للراقيان دني معنى جاري واهية مثلا متكلم قريكيتي معنايك بمخاطبك راقياني أبي وريائي بخرج با بو أوي هلا يقنك على الراقيان دني معنى كبتر في مقابل باشا جابو أوي كبيرة ويا شون خوي فاريزي لو هلايا أبي شيبك أبي علمي معاني خويني نوع علمي كمايك يحترز به فاريز أكري به بو علم فاريز أكري لشي لهلا كردن لشيا هلا بكي لأدا كردنو بل أدا كردنو بيشكش كردني أو معنايك يريده المتكلم كمتكلم إرادة كردوا جاء متكلم بو إرادة كردوا لإيصاله إلى ذهن السامع بو أوشنك قريكتي بيجيني بذهن السامع ويسمى علم المعاني أأم نوع علم في رنسي علم معاني فس علم معاني أو علمي كخوي في أفاريز لخطأ لأداي معناك لالي متكلم معناك حاضر كردوا قريكتي بمخاطبك خوي راقياني راح كارهاكي قريكا كخلانك عليوا ديارة بو أوك أبيب تهويستا بلاي نوكو شون دكتوريك هتان خوشك نبيني نسخي بونانوسي شون نبيني خوشك ببيني معاينيك أوزاع أحوال نخوشك بالرسيك أبداني دردكي شيا وشد دارويك مناسبي أو دردي أويا أو يبوا بنوسي أمي جبيتو كبعنواني متكلم أوزاع أحوال متكلمك بالرسيكي تابزاني مثلا بشن نوعي لش أسلوب يج استفادكي بو بيجي عندني أو مطلب خوتا بأو مخاطبة شن جاري واهية لأسلوب يج استفادكي لأو ما أو مطلبك جركت في راجيني لمطلبك خوتا بهلا عشي بس وقت واهية مخاطب ذكاوتي هي أجر زور دريجي بي بدي بقسا كردن لقال يا بو جاندني مطلبك رقي الله سي بلا مجاري واهي مخاطبة كي تو غبية اگر شنك تفصيل لنا ذاتي او نتفصيل ما بيش ذاتين اقا فس اويك حالي واهي وزكاوتي هي وزولة شتي اقا نابي او نيبود ريجو كي فشي ماني كدو بيزاري كي اذا كنت مختصر بإجاز وقتي لقو كي او يكوا تين اقا ابي بإطنابو بدريجة بيدانو لقو ياقسا كي حالي بون بو اويك مثلا توشي بو اوي كتوى توشي هلا نبي شن اگر بيتو او اجازي كبيويست بو انساني زكي لغل غبيب كاريبياني لمطلبكات حاليني بدركي مطلبكات ناك بطير شوانو او اجازي او افنابي كبو غبيب كاريبياني بو زكي بكاريبياني باشا ليز بيزار ابي و او مطلبي كبيولي ليو ناكري مثلا زور جاري واهية
بعض لبعض المورد كان نيازد بتأكيد للجملة وقت واهي اقات او حدك عم تلف باور بناك مجبور يسويني بوقوي وقت واهي شيء او هشتغ لذهنيا نية برنامي او نية مثلا تو بدروزن نازاني يا بشوخي كارب نازاني في دواء شوخي لقلقيو او انا اويك تو في بلي او بجدي وريقري اگر تو علی رده لجمله های تأکیدی استفاده بکی لوانی اوشکی قایم به امر آبرای دروم لگل آکا متوجه بون؟ انا خوی شدهای که اوی ذهنی مخاطب آماده که جاله قرمه برو بی که ام نوع علم پیالین علمی معانی العلم الثانی نوع دوم لعلم که علم دوم ما يحترز به نوع که خوی پی افارز لی عن التعقید المحنوی خوي في أفارزة لتعقيد معنوي تعقيد خوي مشتق لعقدة عقدة يعني قريه أوش قريه كويرا جاري واهية مثلا متكلم قريكة مطلب راقة يعني جوري استفادة لألفازك واكا كمخاطبة حالينا به أكيبت نوبح له قريه كويرا قريه كويرا يقدروس به كأو قريه كويرا وكذنع قريته قريه كويره يقدروسه به لو لفزانه كناويتي بيكوا مخاطب سري ليش يولي معناك حالينا به اما اللي لا عليهم تعقيدي معنوي دروس بوه مثلا تعقيدي معنوي شون دروسه به جاريوه هي لفزك لناو عربة لمعنايكي كنائية بكار أروه لمعنايكي مجازية بكار أروه تو او لفزة بكار بيني بو غيري او معناي كعرب بكاريبا يا كرد لناو كردواريا لفزيك بو معنايك بكار ابري بلام تو بيني لمعناي كيتر مصرفي كي يعني بكاري بيني بو معناي كيتر سر لتلف الشيء مثلا اقر ايما لدوايا مثال اهينيت ولا بحث كانيا هيك اقلوان لو مشتانيك بكاري اهين لفزي جمود العين جمود بإضافة عين جايسة بفعل بكاري بيني بلاي جمدت عينه يا بلي كانت عينه جامدة مثلا بحر تركيب بكاري بيني جمودي عين عرب بكاري اهيني بوشي عرب بكاري اهيني بو بخلي شاو بخلي شاو اوية وقتك موقعيتك دروس بيبو قريان عاطفة ابزوية ضلع قلية شاو معمولين بيه فرميس كتابي توجبي ابي انسان بقري لو كاتده بلام هنديك شاو هيا لو كاتانا ذاك شويني قريانو هموك زيتا قريان او قرياني ناهي ليرا عرب الان جمد بعينوه يعني او انسانا شاوي جمودي فياكر بيه يعني بوتا جمادو قريب وبدارو برد اصلا تريلي وناهي بلام بيني ام جمودي عينه بو شادماني بكار بيني بلا جمد بعينوه يعني مسرور بوه شادمان بوه باش محنا يعني اگر كسي شاد ماني روزي قاتل ناقري بس شاوي بيه فرميس كبه وش كبه تواوان عرب ابو او معنى هل تنا وقفك نا صحيح نيا برام عرب بو او معنى او لفزي بكار نهي ناوا توضع عنواني شاعر يا كاتب اقد بكارد هي نابو شاد ماني يعني بكارد نهي نابو بخلي عين كنايات نكر لبخلي عين كنايات كر لسرور لفراح او تو تعقيدي معنى ويدروس كردوا او تلف لي الشيء بامره زور جاري واهية مثلا فقه زو فقه الخجرة قاما زوقي تايبتي عن بولا دروس كردني الشعر وانا زيات اللي سر أدبياتي فارسي وانا كاريان كردوا هندي عالو قور وتصرفاتي كان لألفازها كردوا براسي إنسان سري لدرناك مثلا أو شعركي فارسي هيا على زلبيار جستم زد شرقي بقلب تصحيف دري تعزي مثلا قلب خوي ديار يعني شويني حرفة كان بقوري فرزن فاول فعل برتجي عين فعل عين فعل برتجي فاول فعل وانا هو قلب قلب مكان تصحيف اوية مثلا نقطي لفز بقوري حركي لفز بقوري حرفة تغيير بي مثلا توسيني كده سي نقطي بس انا داني ببشي تي كده هي اقل نقطة كاني بكي بس يعني بس سي نقطة مثلا أبو الشيوة مثلا هنا لأبو مولوي الله رحمة إخوائي لبي
لباري او كباري رحمة وزحمتك هي الله خيلي وان خريق زاكي زحمة بلكو وراب وبرش وعسرة فلق وبخت ما قس مكيانو وراكي رحمة همدي زمريانو الله زمانك يزورة فاصليك يزورة من خريكي ري رحمة يعني اما يشيب كم او ري رحمة زي زحمة خريكي زي زحمة مقارك من نقطة كيلة عوام وبقال زحمة نقطة كيلة عوام يبقى الرحمة خيلي وان يعني زور زمانك زورة خريك زاكي زحمة يعني حرف زيكي زحمة خريكي اوام كاركما بلق وراب وباش من بيبا الري يعني نقطة كيلة عوام بيبا الري برشو يعني لاشي أسرة من نار حكيم لاشي ولي فلاق يعني الروشقار وبختم لبختي من ما قسمه كيانو ميش يدروسك ميش كديشك وراكي رحمة هم بيز مريانو لسر ري رحمتك دوبار بويك كان سريك اي كاتوب الزحمة او تصعيفة متواجبين ان لا اشتكي هي اشتكي تري هي مولوي كزور عجائبة باسي مرحوم الشيخ عثمان معرفيك الشيخ عثماني سراج الديني كخليفي مولانا خالد بوا معرفي أكاب وك شون مثلا بزعم أو عثمانة نا وكي ناعج نا خرج ورجع بوا أجر كسي كسي خوش ويستبي نا وكي ناعج لا ألقاب مثلا أو صاف أو أنا استفادة كاتي نا وأصل كي خوي نعلي لذاك جريتي بيوه دي استفادة كلا معمع كأجور معمع لهندي وقتها هنرن هندي وقت يجي مثلا تعقيد دروسة كان واقعا بنسبة إنسانة على لو دلي فنجان فنجان لو دلي فنجان رمي تر آورد زندي أبد بو تيدا زياد كان دل يعني قلب همان قلبك يسبع اسمان كان أخر دل يكي لمعنى كاني قلب أبيت دل لو دلي فنجان يعني قلبي فنجان كينوا حالبي لو دلي فنجان رنية العورد يعني تصحيف كرا لقلبي سنجانا لقلبي كرا فنجانا رنية العورد إما تصحيف مانتر زيندي أبد بو تيدا زياد كرا زيندي أبد مانتا زياد كرا زيندي أبد جاي سكاني أيضا زيند زيا نون دال هيك هابا آخر جاء الله زيندي أبد أبد يعني بيدوائي يعني هيك لقل مالي هر زي كبيو نون كبيو لغلطي ولا تيدا زيادة آخر أمانا هي زي لأبجدها حوتة نون بنجاية نا أري نون بنجاية دال شنكة شوارة بلام أقر زيادكي يعني زيادكي يق مرتبة بيبه تسرو زي يق مرتبة بشي تسرو أبيبه حفتة حالبي كابتة عين زين ده نون كابتة بانصد أبيتة سي 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 نختة وانيا دي أمرا شيء ترمى عن بود خب أمجا هنا قدانك مرتبة جسلو أبيتا شيء أبيتا ميم مرحلة أبيتا شل مرحلة شوار شوار بو شل شل ميمة أبيتا عثم أولي مثلا حين كو سيكو ميمة كينا زين دي أبد بو تيدا زياد كر جاء مثلا لو دلي فنجان كالتي عشاء وثمانو أوانا لا قلبي فنجانا كأجر قلبي كي داي بابا ها بابا هذي رمية العورد فن شاقش آخر فنجان آخر كي الفنون كي فيه ويوايا أها أجر عثمان لي وادانين نجيت الجبل وثاني بيت عثمان ولي أولي و سبحان الله أمن بيني لو ضلي فنجان رمية رأى ورد زندي أبد بوتي دا زياد كرد دي ضلي فنجان يعني أجر قلبي فنجان كين أها بالي بالي أها نونك نية نوني فنجانك نونة هناك نونك أويك لو يتقرد وعي هناك
لو ظلي فنجان رنگ بیرون کوتاه اینه که لو ظلی فنجان رنگ یتر آورد ولی زنده ابدا که هر بوش شیوا آبیت چی آبیت عثمانه اگر کی عزیاد کی چاکه آبیت عثمان یعنی اگر لیوا آبیت شیخ عثمان یعنی نه وقی بوش شیوا معرفی که بوش شیوا معمایی بلام دیار آبین و سر اوی خومن الله زل بیار جستم زدی شرقی با تصحیف و دری و قلب و تازی یا با قلب و تصحیف و دری و تازی بله اگر ایم مثلا زدی شرقی ابتا چی؟ غربی اگر غربی تصحیفی تیاکی نبتا عربی یعنی مثلا تو غینکاکی بعین خب ریاکا لیوا مفتوحا که ابتا عربی عربی قلبی تیاکی نبزکانی تیاکا مکر ربیع اللی ادروس به ربیع دیبا بهار اگر بی کتو بفارسی شنو تیبا دری و دری و تازی دری یعنی فارسی تازی یعنی عربی بهار اگر تصحیفی تیاکی ابتا چی؟ أبيب النهار نهار أقدر ترجمة كتب فارسي أبيت الروز روز دي كتب عربي أبيب يوم ده يوم أقدر قلبي كتياكي أبيت موي أبيت الشعر شعر بتصحيب حركة كي قراء أبيت الشعر شعر أبيب بيت مثلا دي بيتيج أبيب دار دار يعني مال قلبي كأبيت الراد راد تصحيفي كأبيت زاد زاد دي كبه فارسي ابيتا توشا تصيفي كبهتا بوسا زل بيار جستم زد شرقي بقلب تصيف دريو تازي وزل بيه تعقيدي كردوا ليردا تعقيدا كيلا براوية شايد اما يتدى نهاية حياة وشرمة او اشتعليه ولي مثلا اعوى بهنركي قولة درد نهاية هنرمندية اوى لو قال بها الرايق يعني ولي بارحال او تعقيد معنوي او تعقيد معنويانا ابو شيوه انسان بعلم بيانه واني خويلي بفارزي اها او هنا نيكاكيان لو ضلي سنجان رنيت لها ونك فنجان لو ضلي سنجان رنيت لها ورد او لو فيا عبي يا سنجانك اقر رنيت لي في بي باشا سينك ابي بشين نونك ابي بيه جيمك ابي بخي أبيت الشيخ أها أبيت عثمان وتأتي يعني لسنجان كاز يايكا لدواي سنجاكو أبيت الشيخ عثمان مثلا بوشي هو فنجاني وسنجان ومن جالي ونبيل شو أول حالي بك أبيجا هو أول أما ضل أمجاد يارا علي لو ضلي سنجان رنية العاور أعوك الرنية البيني أو تصحيفة متوجبي معمولا ولا ديالة دلكش لوابو ناوراسة يعني اقل لو لو ألف نونة كبه ولم لا شو شيخة كبه مثلا أو زندة أبدا أهلوا ديالك كبهت عثمك بابا جاء أمجالة بابا ما يحترز بيه عن تأخير المعنوي يعني شي أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المرادي يعني لويك كلامك دلالة واضح نبي لسر معنى مرادك أو علم بيانه خوي في أباريزريه لتعقيد معنى خوي في أباريزريه لوي ككلام كمان دلالتي واضحي لسر معنى مراد نبي أقر أعيد ما نزاني نتي واناك الكلام كمان بجوريك بيك دلالتي واضحي لسر معنى مراد نبي بلكو أي ويسمى علم البياني بل نوع علم الشيانة أولين علم بيان أخر ثانيت أولين شمسلاسة جستم نعم شمسلاسة تلبيدم زو ثلاثين لاي ما بدر وجه إبا كرد كي ممكن نشعوت متواجبين شم يعني بو ثلاثة سي يعني س سي بفارس ولا نسي بو كم خسر سيبت بوسة شم ثلاثة تلبي دم يعني بو سيكم دواكر ثلاثين لاي ثلاثين يعني سي لا يعني ن سينة يعني دواي بو سيكم لسينة ثلاثين لاي ما بدر وجه يعني أبرو أب يعني بدر رو ويت روش يعني وجه ما بدر وجه إباكرت من كي ممكن نشعر متواجبون أبو شيء العلم الثالث علم ثالث ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديعي علم ثالث من أو علمي كإرادي جوان كردني كلامي في أكريه ويسمى علم البديعي وفي أوتري علم بديع
علمي بديع خوياني نو آوري علمي بديع نو زهور وتشتيق بخلق نشان دي كمعمولا تازية ترو تازية تراود دروس كالناو درو درونا يعني ديكور سازية وكتو مثلا ما ركت هي شوارشيوي ما ركت معمولي مثلا هو فرجتيا داخلية هو قشكارية وإمكاناتي زندكي تياه بلان ديكور جواني تيا داعني ومثلا تلوزيوني جواني تيا داعني سقفكي بجيقي اوي كسادة قشكي ساكاريكي بنخشو نقار اي رنياني ونقاشي اكيتو او انا همو جوانكارية بو اوي كمحيطي زندقية كجذاب بي متواجبين امج دا كلمات بو اوي كمحيطي بو اوي ككلمة كان جذاب بي وانسان زياتر لمعناك ضلبان ديو معناك كيف قا ام علم استفادة كري فعلم البديعي تابع لهما هذا علم بديع تابعي او دوانية اذ به ما يعرف التحسين الذاتي شكبو دوانية البودو علم التحسين ذاتي ازان دي يعني اگر كلام وابو لتأذيي معنى دا خطأي تيانبو وتأخيدي معنوي تيانبو يتر اوز ذاتا متصف بحسنة حسني ذاتي هيا كواتا حسني ذاتي لكلام بشي دروسه بودو علمه بلا يتر ديكوركي يعني روالتي دروي نخشو نقاريك لدروي كلامك يا علمي بديع دروسيك عليك تحسيني عرزي وبه يعرف التحسين العربي متواجبون مثلا يكيد لو انا خدوته مثلا جناس لابدو لفظ يعني بمعنى جهازية ولا لفظ كان هروك ويقوانا حالبي وكو اويك مثلا بغي مدينة بودين بوبة شاوانا شاوانا يعني سر شاوة خاكي ريقاكي كلي شاوانا مثلا بغي ليود بخواني ضلي من نخشان كشي قد ليود لليو من نخشان فدو كلمة خوي لا جوانكارية دروسك على كلمك اخر شعراها ميشا تشبيه ليو اكن بشرابه باشا تشبيه ليو اكن بشرابه وكبو شيوة مثلا رنجيكي حقيقي هي الرنجيكي سورو اوانا هو مثلا دو شيتي ماشي ليو ميكدا لشير ناجيري ريقي ميكدا ميكدا يعني ميكا باشا بوتي شن لشير دوش اللي فيش عوتيتي شيتا دوشيتي ماشي ليو ميكدا بو لشير ناجيري ريقي ميكدا لكثيك الشيط بير ريقي ميخاني اللي ناجيري اقدر شو ميخاني اللي شيتا هو حرام خلاله في الناس عن ايدر متواجبين هو منظر بو او شيوازة كتياتي مثلا شيوازي تشبيهي جوان مجاز كناية او جورشتانا مثلا تشبيه زمني او انا جورش جوانكارية كن تبعيني بديع جيب جيب جا كلام باعتبار المعاني باشا باعتبار المعاني والبيان يا باعتباره المعاني والبيان ووكش نيم ولأما والكلام باعتبار المعاني والبيان فيما او جوانا كلام باعتبار معاني وبياني يقال او تري انه فصيح وبليغ هم متصف بفصاحة ابي هم متصف ببلاغة ابي متواجبون ايتل فصاحة وبلاغة هذي كده شواني خويا باس ديكن كفصاحة لإصلاحة شيئا وبلاغة شيئا فصيح من حيث اللفظ يعني لروان جاي لفظ وفصيحة بولي ان النظر في الفصاحة الى مجرد اللفظ دون المعنى شن تفكرين سرنجدان لفصاحته هر بو تنيا لفظ نذب ومعنى يعني ما كان بمعنى كينيا اللي بو فصاحات كان بمعنى كينيا اما اوين بليغة من حيث اللفظ والمعنى جميعا هم باعتباري لفظ اوين بليغة وهم باعتباري معنى كيشي كواتا اقر كلامك فصيح نبينات وانا بليغش بيه دبي هل كان بيه دي بولي ان البلاغة ينظر فيها الى الجانبين شك بلاغة سرنجي تيا أدري ولا هرد لا ينك هم لا يعني لفظ وهم لا يعني معنى وأما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ ولا باعتبار بديع مثلا نسبة بكلام نأوذي فصيح نأوذي بليغة بو لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غيره شك بديع
خوي امريكي خارج بدر لذاتي كلامك يا شن او امرانيه ك خوي ذي بارز لا خطئ خطأ لا تعديم على مراده او امراج نيه ك خوي فارز لا بفارز لا تحقيق معنوي بلكو امريكي خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير واذا مثلا او معناه جاهنا له او كابرا شعرك هي متنبي برا في شيء ذو حجاب عليه بوليتو بلي بوليتو بلا الأطلال هذه أطفال أو ثاني نعم ثانية أبي شي بي أطلال بي بلا الأطلال إن لم أقف بها باشا وقوف الشحيح ضاع في الترب خاتمه أشيت شوينيك فرق مسكنيك يعني هواره يا إسكاني شوينيك بو أولان بو ساختمان و خانو برای شاکی تیایو یا چادر و منظلکی خوشه کلو بر کسانه که زود لواهاتو شو رفت و آمد یان کردو و ریگی آمد و رفتی جوانان و شاوکالان و انسان ریخو پیرکان و جوانکان بوا لیوه شاوکجالان بوا و هاتو نو چون ایسا اچه ویران کسی تیا نماوا اوه بولیتو بیلن اطلالی تناند آثاری خانوکانش که کون بون همو داوشاون دعا اکان خوی اوه اخوه داوشیم وک داوشانی شوی نواری ام خانوه این لم اقف بیها اگر لرده دانم ینمو رانم ینمو تین فکرمو نویسم بویسانی چی وقوف شحیحیم فما نندي ويساني إنسانك رشد وشروك كقال لدرزي مشتها الماوري كأوي صفتي وابي ضاع في الترب خاتمه ككل كوانا كيلنا وقلا قنبو به أخذن أقر كل كواني إنسانك الشحيح لقلا قنبو به بسري وفسي تامر دين بجينا يا الله حالبي أولي أقر مني أولا بسري ونو يسم هي أخوة داوشي أولا مثلا جوان كاري للفزة أين معنى خير ما بستقي قيان دوه بتشبيه هذا تشبيه جواي كردوه تشبيه جيك لو اشتان أما تشبيه خدي بشيك لعلمي بيان أما ليوا جوان كاري لتشبيه كدايا فواقعا لتعقيدي معنوي خوي فارز معناك واتي اشكش بذهني مخاطبك كإنسان لذيك ناشي تدرو أما إذا تقرر ذلك أقر أوتان بو مقرر بذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه معرفتان أو معرفيها النعوي معنى الفصاحة والبلاغة كأمتان بو مقرر بو واجب لسر أو كسي كدانش جوي علمي بيانا يعني علمي بلاغة بيش ناختي ببي برد سبيكر ذن بمعنى فصاحة بلاغة يعني برد وكي تنو معنى فصاحة بلاغة بذاني ولي أكري معرفتك كي تمفعول مطلق أن يعرف قبل الشروع فيه معرفة هذا معنى ولا معنى كيف كاب مفعول بو يعرف معنى الفصاحة والبلاغة بو لأنهما محوره لما نوك فصاحة بلاغة محور علمي بيان يعني محور علمي بلاغة يعني موضوع وعلمي بلاغة وإليهما مرجع أبحاثه و مرجعي بحث كاني ماني محل الرجوع بحث كاني علمي بلاغة هبوي أقرت ولا أو فصاحة بلاغة فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب والضالة التي ينشدانها هذا أو فصاحة بلاغة أو نهاية غاية ك أقر متكلم وكاتب قيشتنا أبي إيتنا الله بيسن عمين قيشتنا بعماجي خوما وأو قنبوية كمتكلم وكاتب بوية قرينا يعني بيدوزنا ومعلوم شو ما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوب الأبواب إلا بغية أن يوقف المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط وديارة علماء علم بيانيش فصلكانيان ترتيب ندعوة يعني فصلكانيان قريبس نكدان مزراندوة ولا بواب الأبواب باب كان يعني ترتيب نداوة مقر بخاتري دسخستني راقرتني مسترشد يعني أود دسكوية كمسترشد يعني كسي كطلبي الرشاد أكا أيوه ريقي درستي دسكوية حالبي
آگاهی بکیتو دی لسر یعنی گرسیان و آگاهی بکنوا چون یقیفو با ائمه بیانه چیتو آگاهی مسترشید بکنوا لتحقیقات و ملاحظات و لوابطه كصفتي أم تحقيقات ملاحظات وواب توابع إذا روعيت في خطابه أو كتابه أجر رعاية كلين لخطاب متكلمك أو كتاب كاتبك ذا بلغت الحد المطلوبة أويت أمر ألفاظك أو يا كلام النسرى وكاني أو أجاب ها لا خطابه أو كتابه عارف بلغت الحد المطلوبة يا بلغت الحد المطلوبة يعني تو أقل وانا أعوانا أو مسترشدة ولا شن ومسترشدة كيف باسي خطابك يعني ما يكبر خطاب بلغته هي وش بلغت الحد المطلوبة يعني كلامك أو مثلا مخاطبة يعني ألفاظ كان يعني باعتبار ألفاظ بيوربة أقابو حديك مطلوبة حد مطلوبة كان شيء من سهولة الفهم لا أفانتي جيشتن وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع ولبدي هناني شوينواري ويستراو لنفس سامع ده يعني أيوه أو شوينواري كويستي متكلمة لنفس سامع بديبه شاكا واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة وآل للراية يعني أجر سهولة فهم تياه إيجاد أثر مقصود كل نفس سامع ألك متصف أبي أمر كلامك فألفاظ كاني أوان بصفة فصاحته بلاغتيش موفق إن شاء الله.